عندك ونروح للزمالك والمقاولون العرب ونفتح الاستوديو بتاعنا. الزمالك والمقاولين العرب 2-1 للزمالك. مباراة كانت صعبة جدا على المقاولين لأنه كان خارج من هزيمة من بيراميدز ومباراة كان فيها مشاكل كتير وفيها إيقافات وعلاء نميل توقف وكان بيدير المباراة من المدرج. الزمالك ابتدى المباراة كويس وبعد كده يعني أول ربع ساعة كان الزمالك متحكم في شكل الجيم بشكل كويس وضيع فرصتين، لكن بعد كده المقاولين ابتدى يدخل شوية في المباراة دي بفرصة من الفرص اللي ضاعت من كاسونجو. هو اتحرك فيها كويس بشكل كبير لكن كان فيها شوية باد لك يعني لأنه كان بالطرف. زمالك كان متسيد عن طريق الباكين تحديدا النجاز، عمل كروسات كبيرة جدا وكان ضاغط على الباك ليفت بشكل كبير جدا المقاولين إلى أن جت ضربة الجزاء. بعد كده المقاولين دخل في الجيم بشكل كويس وبقى متحكم في نص الملعب. الزمالك فقد نص الملعب لأن المباراة دي فرجاني ساسي تحديدا كان بعيد عن مستواه. جروس غير في التشكيل اللي بيلعب بيه آخر 3 ماتشات أو 4 ماتشات، غير محمد إبراهيم وابتدى بكهربا على أساس إنه يبقى في قوة هجومية من ناحيتين. أنا نفسي أعرف إشمعنى الكاميرا لازم واللعيبة بتفرح تجيب لنا أي ظهر أي واحد في التصوير، لازم يعني لازم يجيبوا ظهر أي حد في التصوير. اتفضل يا كابتن ضيف. طبعا ضربة الجزاء دي هيكلمنا عليها الكابتن ياسر وهو جايبها في التحليل أكيد كبير. المقاولين دخل في المباراة بشكل كبير لما الزمالك فقد نص الملعب، وطبعا كالعادة في دايما بتبقى في غلطة في قلب السردباكين محمود والونش بنتكلم فيها من اول السلام في الجون. الكرة ما كانش في ضغط كويس من وسط الملعب من عند طارق برضه دي في كلام في اللعبة دي مع الكابتن ياسر. طبعا وفتوح اتلعبت وبعدين راحت للاعب المقاولين احرز منها هدف سهل جدا ما ينفعش يدخل في فرقه بتلعب على بطوله، لكن كان هدف جميل المقاولين لعب فيه بشكل كويس. بعد كده بقت المباراه سجال خلال الشوط الثاني. بس خلينا واحنا بنتكلم لازم نثني على الكابتن علاء نبيل، يعني الكابتن علاء برضي ما زال مع هذا الفريق يبني شيء يستحق الاشاده والاحترام والتقدير. طبعا يعني علاء ماشي بالسياسة لكن هيبقى مطالب برضو في الوقت نفسه انه النتائج، لانه النتائج هي اللي بتثبت الاقدام وبتخلي اللعيبة تثق في نفسها بشكل اكبر، عكس ما تنزل بعد هزيمة بتبقى فقد الثقة. لكن هو عنده مجموعة لعيبة وادار الجيم بشكل كويس. الشوط الثاني كان الامور ده الهدف كان هدف سهل جدا دفاعيا، معظم لعيبه الزمالك دفعوا في الهدف بشكل مش والملفت كويس. وجود جماهير للمقاولين السنه دي بصراحه يعني اعتدنا ان دائما يبقى في حشد للشركه، ولكن في بعض او حفنا كده ظهر جديد في المدرجات للمقاولين هذا الموسم. تمام. تغييرات جروس كانت موفقة لأن أنا بعتقد أن التغييرات هي اللي فرقت معاه، هي كانت متأخرة بشكل كبير جدا. عمرو السعيد ولا عمر ولا عمر اسمه عمر السعيد عمر السعيد ومحمد إبراهيم نزلوا، لما نزلوا اتحكم في نص الملعب بشكل كبير جدا. الجون الثاني بتاع الزمالك رائع جدا ملعوبة بشكل كويس من فتوح لعمر السعيد، عمل أسيست رائع بدماغه لأوباما اللي جاي مكمل. اللي انا عايز اقول انه من اسباب فوائد نادي الزمالك طول الماتشات من اوباما ماشي بشكل كويس بيأدي بشكل كويس، جاب هدف جميل وكانت الزمالك يستحق انه يكسب. والفرصه دي قدامك لاحمد علي ما تضيعش، فرصه ما تضيعش. طبعا محمود علاء ولعبها 10 على 10 احمد علي، تقدير محمود ما كانش كويس. احمد علي مهاجم عامل سيزون كويس لحد دلوقتي في 7 ماتشات اللي لعبهم، ف سالت الهدف بقى انه جه بعد الدقيقه 82 ودي فرصه ضايعه في الفائض للزمالك. عشان كده المقاولين زعلوا على الجيم انه كان الجيم في طريقه انه يطلع، بس شايف الكره دي انه يطلع تعادل. الكره دي بتاع كهربا في بلياردو في القائم بدلك، لكن كهربا عنده احسن من كده ومحتاج انه يفوق اكتر من كده شويه. الزمالك عنده مشاكل برضه في قلب الدفاع، يعني شوف محمود علاء
برغم ان هو بيهدف و في الحاجات الثابته وبيزيد مع لكن في الناحيه الدفاعيه في الجون حتى هتلاقي ساب الخصم اسلام وراح 2 ضد 1 وساب الراجل لوحده اسلام فؤاد. لو تجيب الهدف في سوء تمركز كبير والكره من نص الملعب. كابتن عايز اسال سؤال هنا، مبالغه اوباما في الاحتفال بالاهداف وكانه يعني لا الهدف جه في وقت صعب فعشان كده هو كان فرحان بشكل كبير. هدف الثلاث نقط هدف الثلاث دي فرحان لكن دي بعد الدقيقه 85 فهدف يعني عزيز فله حق انه يبقى مبسوط ويفرح بزياده يعني. هو هدف حلو جدا 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 الاسيست بتاع عمر السعيد ده هايل جروسي بيقول صياغه اوباما بصراحه يعني. بصراحه اوباما عامل معاه تفوق رائع بشكل كبير جدا يعني. لازم يروح منتخب مصر طبعا. على فكره حتى في تصريحات جروسي معانا كانت امبارح قال اتمنى ان يكون هناك عين امينه وعادله في المنتخب بالنسبه لاوباما. اعتقد ان المعسكر جاي اوباما صرح بالامس قال لك انه الراجل عشان نذكر ده اوباما صرح تصريحات اعلاميه امبارح قال ان الراجل بيجلس معايا كتير جدا جلسات انفراديه ودي فرقه معايا معنويا وفنيا. هو محتاج يعني اوباما عنده شويه كده لازم يتظبط ظبط زوايا. لا في حاجات كتيره جدا اتظبطت ولكن يعني مستواه السنه دي حاجه كويسه جدا. لازم يروح منتخب مصر ليه دور كبير كل ماتش بيكسبه الزمالك تلاقي